ايه يا اسطى غريبه دي؟ عيب عليك، ده انا جاي لك بطلعه هتمسكني من هناك. طلعت جبل ولا ايه دي؟ هتستظرف من اولها هعملها لوحدي. ايه اللي هتعملها لوحدي؟ اطلع خلصان، اعمل حسابي ولا مش عاوز غباء. يا عم بهزر، انت هتقفش بسرعه كده ليه؟ انت عارف انا جايلك في ايه؟ ليه؟ احب الاسئله. بس انا ما سالتش. اسمع واسكت بقى. خلصانه للمره التانية. انا جايلك عشان انت عضو اساسي، انا من غيرك ما اسواش حاجه. انت بجد غيرت حياتي. خلاص يا عم صدر هيفرق. دلوقتي العيد الكبير قرب، وانت عارف لما تيجي تطلب من ابوك العيديه هيقول لك ده عيد لحمه مش هيدينا عاديه. ايوه يا عم، هو عيد لحمه صحيح. يا غبي، ما انا عارف انه عيد لحم. كمل كده. انا هخش عليه وانا، وانت بقى هتخش بعدي على بركه الله. بس بص بقى، لو حضرت بيا اعرف ابوك بقى على البنت اللي معاك في الحضانه. ها انت عرفتي من ايه؟ امين امين. وبعد شويه بابا. نعم. عاوز العيدية. هو العيد جه؟ يعني بأكد عليك. لا يا حبيبي، ده عيد لحم. طب هي فين اللحم؟ في الطلعة اللي هتمسكها من هناك. بابا أنا عاوز أقول لك حاجة. طب على فكرة بقى، الواد ابنك ده بيمشي ورا البنات بعد الحضانة. مالكش دعوة. عادي يعني؟ ياه، الواد ده بيفكرني بنفسي وأنا صغير. لا والله. ماشي.